السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنشرح كيفية قراءة ملفات الاكسيل. ندخل للموقع الجامعة، هنا النقط التي تقدم بها الأساتذة لدى مصلحة النقط. هنا النقط 3 إيكونومي، سنختار على سبيل المثال 3 إيكونومي. نقوم بتحميل هذا الملف. الملفات بصيغة إكسل. نقوم بتحميل هذا البرنامج ونقوم بتنصيبه لمن لا يملك مايكروسوفت إكسل. نضغط Open ونختار الملف المراد فتحه، مثلا هنا النقط. كان معكم عماد بالمجاهد في الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.